قبل رحيل وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر قال كلمة خطيرة جدا لإدارة البيت الأبيض، قال يا مجموعة من الحمقى والفشلة والأغبياء، العدو الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية ما هواش روسيا، إنما العدو الحقيقي هو دولة الصين، لأن الخطر القادم فعلا مش من روسيا إنما من دولة الصين. منذ لحظة ذات بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إن هي توجه الأسلحة بتاعتها لدولة الصين بطريقة غير محسوسة، لحد ما تفجر الوضع إلى درجة إن بدأ صدام نووي منذ عدة أيام بطريقة لافتة للنظر، إلى درجة إن الخبراء والاستراتيجيين دقوا أجراس الخطر وقالوا بالحرف الواحد إن الحرب العالمية القادمة لن تكون ما بين أمريكا وروسيا، إنما هتكون ما بين التنين الصيني وما بين أمريكا. بدأت أمريكا تتحرك في مواجهة دولة الصين من أجل تحجيمها على المستوى النووي. تفاصيل ومعلومات خلال الحلقة ديت، لكن قبلها شير لايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وإنت من حقك تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل رحيله بفترة قصيرة جدا سألوا هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق عن رأيه في تصرفات قادة أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي إزاء الحرب الروسية الأوكرانية. الراجل تفضل مشكورا وصدم الجميع بالتصريح بتاعه، قال مجموعة من الحمقى اللي فشلوا في التصرف بذكاء إزاء هذه الأزمة وبالذات قيادات البيت الأبيض، وقال أيضا بالحرف الواحد إن العدو الحقيقي ما هوش مجسد في روسيا، روسيا معروفة والبرواز بتاعها معروف وكل الخطر اللي هو متعلق بيها معروف ومتشاف، إلا أن التنين الصيني ده بيتحرك بطريقة ذكية جدا بتهدد مصالح أمريكا في كل أنحاء العالم، هو ده العدو الحقيقي. قبلها أمريكا كان بينها وبين دولة الصين شوية حروب على ما أسم على المسار الاقتصادي على المسار التكنولوجي. فوجئنا بأن إدارة البيت الأبيض بدأت تشن الحملات الشرسة المباشرة جدا ضد دولة الصين. المسألة دي بدأت تتوه في النص خلال أزمة روسيا وأوكرانيا وخلال توترات الشرق الأوسط خاصة في الآونة الأخيرة، لحد ما فوجئنا بأن الحرب اشتعلت بشكل مباشر ما بين الصين وما بين أمريكا، حيث أعلنت أمريكا عن بدء تحركها بشكل مباشر في مواجهة دولة الصين، إلى درجة أن الكثير من الخبراء والمختصين دقوا أجراس الخطر وقالوا بالحرف الواحد إن الحرب العالمية القادمة لن تكون ما بين روسيا وأمريكا، إنما هتكون ما بين الصين وأمريكا بسبب تصرفات أمريكا. شوفوا حضراتكم التقرير اللي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال إيه التقرير ده؟ كشف الستار عن كل المعلومات المتعلقة بالحرب المتبادلة ما بين الطرفين. قال التقرير إن الصين تصنف ضمن المرتبة الثالثة عالميا من حيث إجمالي الطاقة النووية والكهرباء المولدة، لتمثل نحو 10% من الطاقة النووية في كل أنحاء العالم. وفي تقرير سنوي للبنتاغون صدر منذ عدة شهور جه فيه إن ترسانة الصين بتضم حاليا أكثر من 500 رأس نووي نشط، ومن المحتمل زيادتها لألف رأس بحلول عام 2030 و1500 بحلول عام 2035، وهي الأرقام التي تنشرها أمريكا وروسيا حاليا. تقرير أمريكي جديد، التقرير ده أفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان وافق في شهر مارس اللي فات على خطة استراتيجية نووية شديدة السرية تعيد لأول مرة توجيه استراتيجية الردع الأمريكية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية. التقرير ده فيه استراتيجية، الاستراتيجية ازاي ان احنا نحجم الترسانة النووية بتاعة دولة الصين، ازاي ان احنا نقص القوة النووية الصينية. يعني الصين على مستوى الجانب الاقتصادي بدأت تأخذ خطوات غير عادية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة ان هي فعلا هددت النفوذ الأمريكي الاقتصادي في الكثير من دول العالم.
وعلى المستوى النووي بدأت دولة الصين تتصاعد بمعدلات غير مسبوقة، هو ده اللي قاله التقرير الأمريكي. جاء هذا بعدما أقرت الصين بناء 11 مفاعل نووي جديد في 5 مواقع وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في الصين، في وقت بتواصل فيه الصين سعيها لزيادة الاعتماد على الطاقة النووية. الجديد بقى هنا، رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ترأس اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة منذ عدة أيام، أعطى خلال الاجتماع ده الضوء الأخضر للمشروعات دي، 11 مفاعل نووي جديد هتبنيه دولة الصين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت من جديد في الترويج لرواية التهديد النووي الصيني وتجد أعذارا للحصول على ميزة استراتيجية. يعني الصين على المستوى الرسمي حذرت ودقت أجراس الخطر من التحركات الأمريكية اللي بمقتضاها إن يا أخوانا خلي بالكم التهديد النووي أصبح قادم من الصين، خاصة وإن دولة الصين بدأت تبني مفاعلات نووية جديدة، وإن إحنا ما ينفعش إن إحنا نقبل الكلام ده بالمرة، وإن لابد من اتخاذ قرارات وتحركات وتبني استراتيجية للتصدي لدولة الصين في هذه الحالة. فالصين بتقول على المستوى الرسمي أمريكا بتحاول إن هي تبحث عن أعذار تحاول توضح فيه للرأي العام الغربي إن التهديد النووي قادم من دولة الصين، وإن الصين يا حرام من الممكن إن هي تفجر الأوضاع الدولية على المستوى النووي، وده اسمه شغل تهريج على رأي المصريين. طبعا بدأ منسوب التوتر يتصاعد ما بين واشنطن وبكين بشكل مستمر، مع قلق الكثير من الخبراء من تحول هذا التوتر لمواجهة فعلية ما بين القوتين النوويتين. يعني ايه بقى سعادتك؟ يعني دلوقتي امريكا بدأت تشن الحملات والحروب بتاعتها في مواجهة دولة الصين بطريقة مباشرة، خاصة منذ التصريحات بتاعت هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكية الاسبق، وكأن العالم ديت كان عندها حالة من الغباء المزري، ما هماش واخدين بالهم من الخطر القادم من دولة الصين. التنين الصيني ميزته ان هو بيشتغل في صمت، بعيدا عن الجعجعة، بعيدا عن السياسة، بعيدا عن احداث اي نوع من الصدام مع اي دولة اخرى. دولة الصين بتحاول ان هي تحل المشاكل بتاعتها بهدوء، تخسر شوية اقتصاد الانحيادي، تخسر بعض الشركات التكنولوجية، تخسر بعض القضايا الاقتصادية الدولية، ما فيش مشكلة، وتغمض العين عن ذلك في محاولة ان هي تكسب أرضية جديدة في مناطق أخرى، لحد ما العالم كله اكتشف ان الصين أصبحت بمثابة تنين حقيقي ابتلع الجميع في مواجهته. الولايات المتحدة الأمريكية عارفة كويس جدا تحركات الصين، وعارفة كويس قوي ان الصين لو نفذت الاستراتيجية النووية بتاعتها اللي بمقتضاها هتبني 11 مفاعل نووي جديد وهتزيد في الطاقة النووية بتاعتها، يبقى معنى ذلك هتبقى كارثة بالنسبة لامريكا. ومن ثم بدأت امريكا تواجه الصين، لا الكلام ده مش هينفعنا. طبعا امريكا هتلجأ لعدة تحركات، رقم 1 إقناع كل الحلفاء الغربيين وبالذات القوى الكبرى والدول الغربية الكبرى إن الطاقة النووية والقوة النووية الصينية عندما تتزايد هتهدد وجودهم ومصالحهم، هتضمهم ليها. القرار الثاني، في قلب الأمم المتحدة لابد من اتخاذ حزمة قرارات من أجل فرض عقوبات على الصين. ضربت عصفورين بحجر واحد، الحجر الأولاني حجمت الصين وفرضت عليها حزمة عقوبات اقتصادية وبالتالي هدت الصين، يعني حاولت ان هي بقدر الامكان تعمل تلامس مع الاقتصاد الصيني بحيث ان هي تحجمه. رقم 2 هتحاول بقدر الامكان ان هي ايضا تحجم القوة النووية الصينية المتزايدة في السنوات القادمة، على الاقل هتثبت الاوضاع، هو ده اللي هتعمله امريكا. في مواجهة ذلك الصين هتتبنى استراتيجيات مضادة لأمريكا. ليه؟ أنت بتلعب في مواجهتي في منطقة مثلا التكنولوجيا عن طريق شركة هواوي، أنا هلعب لك في منطقة أبل، هلعب لك في مناطق تكنولوجية أخرى، أنت هتلعب لي في المنظومة الاقتصادية، أنا هلعبك في منظومة اقتصادية مماثلة.
طب انت بتلعب دلوقتي سعادتك في المنطقة النووية، ما انا كمان هلعب في نفس المنطقة النووية، لانك انت عندك قدرات نووية اكبر واقوى من الجميع، وبالتالي انت اللي المفروض تحجم القوة النووية بتاعتك وتخضعها للرقابة الدولية. انت ما انتش على راسك ريشة لا مؤاخذة. هو ده اللي هتعمله الصين. لو أصرت أمريكا على موقفها، الصين أيضا هتصعد الموقف. النتيجة الخبراء خايفين من التصادم النووي القادم ما بين الصين وما بين أمريكا. أمريكا لم تسمح للصين بتطوير النووي، خطة شديدة السرية، استراتيجية أمريكية نووية جديدة لمواجهة الصين، مواجهة محتومة. بكين الولايات المتحدة الأمريكية بتروج لرواية التهديد النووي الصيني. بدأت زي ما حضراتكم ملاحظين، بدأت الصحافة الدولية تنشر عن حالة الصدام النووي ما بين الصين وما بين أمريكا. المسألة دخلت في الأعراض على رأي فيلم الباشا تلميذ، المسألة دخلت في الصدام النووي. لمن الغلبة؟ مش لحد، لأن لو حدث حرب نووية أو حرب عالمية زي ما حذر الخبراء، يبقى معنى ذلك الكل خسران. ربنا يسترها.